قبل لا نسحب على السيارات شوفوا من مشرفنا، اخونا اللي نحبه ونغليه ابو عبد الله. شهر كريم يا ابو عبد الله. يا مرحبا، اسفرت وانورت، ارفع يا كنترول. اسفرت وانورت يا ابو عبد الله، حياك الله بين اهلك واخوانك. مرحبا براعي مسابقتنا فوازير غاز الذيابي لمدة 3 سنوات. فعلا بارك الله يطول عمرك وعقبال 10 سنين يا بربية بمشيئة الرحمن. احنا رعاة الطيب ولكن انت راعي المسابقة. انتم رعاة الطيب وطيبكم اللي يقدم في صدور المجالس. اي والله يا ابو عبد الله. اليوم يقولون البدو الضيف في حكمة مع ابو عبد الله. شهر خير وبركة وسعادة وفرحة، والناس يتقضون للعيد وتعرف المصاريف اللي صايرة في هالشهر. فعندنا طلب صغنطوط باسمي وباسم الشباب جميعا. أسلم الله يطول عمرك. أنا أقول أبو سعد يتكلم فيه. والله أبو عبد الله أنا مستحي بيني وبينك يا أبو سعد، هالمرة أنت شيلها. شكلكم زودينها على أبو عبد الله. مرة. لا أبو عبد الله كفو، وإن شاء الله أنه طيب والطيب اللي عنده طيب. وعلومه كلها طيبه. عطناها بالمختصر. خلها ابو عبد الله لا تتجاوز المياه. خل الناس تعيد وتنبسط وتطيب احبابها وتطيب اصحابها وتنبسط كل الشعب ان شاء الله. حروه المياه يا ابو عبد الله. شوف ابو عبد الله، شوف واحده ثنتين من 18 سياره راحت للجمهور. بعد الناس اللي ما حالفهم الحظ من حقهم يتعطرون بالعطر اللي قيمه معقوله. عبد الله ما يقول لا لانه رجل مبروك. احنا يا ابو ربيع ما قد سوينا من 3 سنوات اي اعلان بحلوته. انا اعلنت فوق تقريبا 60 اعلان، ولا عمري اعلنت العطر سعره حوالي 100 وعليها. احنا دائما نعلن باقات حدود 300 349، اخر اعلان كان 349. فالله يجزاك خير على شعورك الطيب انك تبي كل الناس حتى اللي ما عنده الا 150 140 حلوة المية يشتري من دخول الإماراتية، بس ترى ما يوفي والله. هالمرة شهر خير وما تقول شيء. شو العطر اللي تبيه أول؟ العطر بقول لك، أنا أدري إنك جاي معك بضاعة جديدة، لكن أنا العطر بروح أخذه من البيت وأجيك. علمنا وش العطر قبل لا تمم. خلاص ما فيها يا أبو عبد الله. تم يا أبو عبد الله، حطم الأسعار الليلة. إن شاء الله ذوقي يناسبكم. هذا عطر سفاير أعلنت له كذا مرة. عطر رايق توت ازرق فانيليا مسك، عطر بعيد عن الرسميه، عطر طلعات وناسه شباب نسائي رجالي، وبصراحه من اجمل العطور. انا عارف والله انك تكلف كثير لكن الله يا الربع. اخترت لكم عطر سفاير. كافو هذا العطر، ما شاء الله انك اخترت. كافو والله عطر. هذا عطر نسائي رجالي رايق وحق طلعات بعيد عن الرسميه. هذا العطر سعره تقريبا 300 ريال يا ابو ربيع. مع الطيب ما عليه بنطيبك يا ابو عبد الله. اي بس ترى هو ترى يقول حروه ال100، ما قال حروه ال200، ركز. لا بس ادري يا ابو عبد الله انه سعره حوالي 300 ريال. صحيح. احنا نبي حروه ال100. طيب. شوف ابو ربيع، ولكن بشرط. كل شخص حبه واحده والمده 24 ساعه. بيض الله وجهك. خليها ب 130 ريال. كافو شامل الضريبة والتوصيل والشحن وكل شيء. شامل الضريبة بدون التوصيل. لا لازم فيها توصيل كل شيء يا ابو عبد الله. خلاص طيب كذا خلاص شامل التوصيل يا جماعة. 130 شامل كل شيء يوصلك الباب البيت. طبعا هذا ترى 100 ملي يا ابو ربيع. يا جماعة ما تنتفوت هالفرصة. الحق ما تلحق. هذا العطر يا اخواني واخواتي اعلنت له تقريبا 2 أو 3 مرات. عطر شبابي نسائي رجالي، حق طلعات، حق صباحيات. عطر رايق والله. 130 ريال ولا عمرها صارت، يعني تخفيض حوالي 70% شامل الشحن والضريبه والتوصيل. والعطر عندك، جربه معك 2 سنين، لو ما جاز لك لاي سبب إن كان روح لاقرب فرع الدخون الاماراتيه. الفروع الان اصبحت في اغلب مناطق المملكه، ورجع واخذ فلوسك.